او الكتروستاتيك او ماجنتوستاتيك. هي المحاضره اللي فاتت احنا كنا اتعاملنا مع الشحنات الساكنه، عرفنا ان الشحنات الساكنه ديت هتبقى عندنا مجال كهربي. المجال الكهربي ده بيأثر بالكتريك فورس على اي شحنه هتكون حاطه جوه المجال ده، وبالتالي اقدر ان انا استخدمها في ان انا اعجل التشارج بارتكلز، وبالتالي دي احد افكار توليد اللي هو البلازما. تعلمنا كمان ان الكيرل بتاع الالكتريك فيلد كان بيساوي صفر، لان اي مسار تيار كامل في الفيلد بتاع الالكتروستاتيك فيلد ده الشغل الناتج عنه بيساوي صفر. قلنا كمان اتعلمنا ان الطاقه الاستاتيكيه دي ممكن تخزنها في المكثف، بس ان انا في لوح بشحنه بشحنه موجب ولوح بشحنه بشحنه سالب، واقدر ان انا استرجع الطاقه دي مره ثانيه. ان انا لو شلت البطاريه وحطيت بدلها لمبه، المكثف لو الجهد بتاعه كافي يقدر ان هو يقلل ايه؟ يقيد اللي هي اللمبه اللي عنده. ان شاء الله في المحاضره دي هو نفس البدايه، هم الاربع كتب اللي انا كنت اتكلمت عليهم للتدرج والتعليم. هي طبعا هي المغناطيسيه يعني قديمه حتى قبل التجريب، اللي هم اللي هي موجوده في الطبيعه. فاحنا عندنا في عشان المجال المغناطيسي يمشي على حاجتين، اللي هو بين المغناطيسي اللي هي ماده ومغناطه، او بعد كده اكتشفوا ان عندنا مرور تيار كهربي في سلك. لو انا قربت البوصله من السلك البوصله هتنحرف، معناها ان التيار الكهربي اللي جوه السلك ده بينشأ عنه مجال ايه؟ مجال مغناطيسي. وبالتالي المجالات المغناطيسيه اقدر اعملها بطريقتين، ان انا اجيب بيرمننت ماجنت ده حواليه مجال ايه؟ مغناطيسي، او ان انا اجيب موصل ومرر فيه تيار ايه؟ امرر عندنا فيه تيار كهربي. ونفس الفكره ان برضه لما احب اوصف شكل المجال هنوصفه بنفس الطريقه زي ما عملنا خطوط الفيلد الكهربي. هروح اعمل عندنا خطوط اللي هو الفيلد الايه؟ الفيلد المغناطيسي، يعني التجربه اللي احنا كنا بنعملها زمان. لو انا رحت جبت سلك وجبت براده الحديد فردتها حوالين السلك، لما مرر تيار كهربي جوه السلك، لما اروح اخبط بايديا على الورقه دي هلاقي ان براده الحديد تترتب عندنا في شكل ايه؟ في شكل حلقات دائريه كده. دي معناها ان المجال المغناطيسي بيأثر عندنا في شكل ايه؟ في شكل دائري. لو انا جبت بيرمننت ماجنت وحطيت حواليه نفس الكلام اللي هو براده الحديد، هلاقي ان براده الحديد تترتب عندنا بالايه؟ تترتب عندنا بالايه اللي هو بالشكل ده. طبعا هنا براده الحديد، بص لو حضرتك لو لاحظت هتلاقي في دوائر كده معايا كده. هنا نفس الكلام، انا عندي براده الحديد مترتبه عندنا بشكل دوائر كامله حوالين المبنى، وبالتالي من الشكل بتاعي اقدر اتنبا من شكل خطوط الفيض، اتنبا بمجموعه من الحاجات ان الكيرل بتاع الماجنتيك فيلد موجود وله قيمه، لان شكل خطوط الفيض عامله دوائر مقفوله على بعضها، عامله زي الحركه الدواميه كده، يبقى الحركة الدائرية موجودة. لكن في نفس الوقت مفيش دايفرجنس. احنا هنشوف احنا الأول كديفينيشن نفس الكلام، إن عدد خطوط الفيض المغناطيسي بيساوي تكامل كثافة الفيض المغناطيسي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة ليه اللي هو المساحة اللي عندنا. دي بس شوية بيزكس. لو أنا افترضت إن أنا عندي ده خطوط الفيض المغناطيسي وده سطح، وعاوز أحسب عدد خطوط الفيض اللي بتقطع هذا الإيه؟ هذا السطح، هروح أكامل كثافة الفيض بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمساحة. وزي ما احنا قلنا ان متجه المساحة هو المتجه العمودي على الايه؟ على السطح اللي عندنا، وبالتالي الضرب القياسي للبي دوت دلتا اس هيبقى البي في الاس في كوزين مين؟ سيتا. ولما يبقى فعلا خطوط الفيض ماشية عمودية على السطح، دي معناها ان خطوط الفيض موازية لمتجه المساحة. وبالتالي هلاقي ان الزاوية بصفر، وبالتالي يبقى عدد خطوط الفيض مباشرة هو البي في الايه؟ البي في اللي هو الاس. طب لو انا افترضت ان عدد خطوط الفيض موازيه للسطح، موازيه للسطح دي معناها ان مفيش ولا خط بيقطع السطح، وبالتالي يبقى عدد خطوط الفيض انا اتوقع ان الناتج اللي عندنا هيبقى بكام؟ بصفر. من الناحيه الرياضيه هو عباره عن تكامل البي دلتا اس، او الماجنتيود بتاع البي في الماجنتيود بتاع الاس في كوساين الزاويه اللي موجوده ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. طبعا متجه المساحه هو العمود على السطح، وده اللي هو خطوط الفيض، فهلاقي ان الزاويه بين الاثنين كانت بايه؟ ب 90. وبالتالي يبقى فعلا من الناحيه الرياضيه ان عدد خطوط الفيض اللي بتقطع السطح نفسه المفروض ان الناتج اللي عندنا كان بكام؟ الناتج اللي عندنا كان ب 90. طيب شكل خطوط الفيض اللي عندنا حوالين السطح كانت واخده شكل دائري. واخده شكل دائري اللي هو مثلا حاجه زي ديت كده. لو انت رحت رسمت اي سطح مغلق في اي مكان، هتلاقي ان عدد الخطوط اللي بتخش من الناحيه هي هو نفس العدد اللي بيطلع من الناحيه الايه؟ من الناحيه الثانيه.
وبالتالي يبقى اذا مفيش محصله جوه السطح المغلق. تاني لو احنا رجعنا للمحاضره بتاعت الصبح، احنا كان عندي شحنه موجبه، كانت خطوط الفيض كلها طالعه منين؟ من الشحنه الموجبه للخارج، وبالتالي اصبحت كل خطوط الفيض طالعه من المركز بتقطع السطح بتاعي ورايحه فين حتى؟ للخارج، وبالتالي الدايفرجنس كان موجود. لكن في الحاله بتاعتنا في حاله الماجنتيك فيلد في اي مكان هترسم فيه سطح مغلق جوه الماجنتيك فيلد ايا كان شكل خطوط المجال، دائما هتبص تلاقي ان عدد الجزء اللي بيخش هو مين؟ الجزء اللي بيطلع، وبالتالي العدد الكلي ليه او النت فلاكس جوه السطح المغلق هيساوي عندنا كام؟ هيساوي عندنا صفر. وده اتعلم منه ان الدايفرجنس بتاع الماجنتيك فيلد كان بيساوي كام؟ كان بيساوي صفر. والسبب في كده ان دائما المغناطيس ثنائي القطب، مش زي المجالات الكهربائيه. المجالات الكهربائيه ممكن تكون ناشئه عن شحنه موجبه فقط او عن شحنه سالبه ايه فقط، وبالتالي هيبقى عندي فيه دايفرجنس في خطوط الفيض، او ان خطوط الفيض هتتحرك من نقطه تروح لنقطه ايه ثانيه. لكن نتيجه ان دائما الماجنتيك فيلد دايبول عباره عن قطب شمالي وقطب جنوبي، فدائما هلاقي ان خطوط الفيض دائما بتاخد عندنا اللي هو الشكل الايه الشكل اللوب، وبالتالي بلاها كيرل ولكن ملهاش ايه؟ ملهاش دايفرجنس. طبعا عشان ندرس اللي هو شكل العمليه واضحه ولا عيد تاني ولا ما اعرفش القصه واضحه. طيب لو انا عندي سلك مر فيه تيار كهربي هينشا عنه مجال ايه؟ مجال مغناطيسي. بيوصف بارت قال لك انه والله المجال المغناطيسي الناشئ دوت هيتوقف عندنا على شده التيار الكهربي اللي ماشي جوه الايه؟ اللي ماشي جوه السلك، وهتوقف طبعا على طول السلك، وهتوقف على انت بعيد قد ايه عن السلك. طبعا لما اروح قريب قوي من السلك ده السورس اللي عامل الماجنتيك فيلد، فلما اروح قريب من السلك يبقى الماجنتيك فيلد بتاعي ايه؟ كبير. لكن لما ابعد هلاقي ان الماجنتيك فيلد اللي عندنا يبدا ايه؟ يبدا يقل. ولو احنا لاحظنا هلاقي ان اتجاه الماجنتيك فيلد بيبقى عمودي على الخط الواصل ما بين السلك والنقطه، ما بين المتجه بتاع الخط الواصل ما بين السلك والنقطه، وما بين اللي هو اتجاه التيار الايه؟ اتجاه التيار الكهربي. طبعا هي العلاقه كانت عندنا علاقه كروس، واحنا عارفين ان A كروس B بيطلع عنها فيكتور بيبقى عمود على مين؟ عمود على الاثنين، وبالتالي انا اتنبأ ان المجال المغناطيسي الناشئ عن سلك دائما هيكون عمودي على اتجاه التيار واتجاه الخط الواصل ما بين الايه؟ اتجاه الخط الواصل ما بين الاثنين. عشان كده في لما اخذناه في ثانويه كان بيقول لك ان هو عباره عن دوائر محيطه عندنا بالايه؟ دوائر محيطه بيه اللي هو السلك. وطبعا لما بحب احدد اتجاه الماجنتيك فيلد ببساطه انا بمسك السلك، الابهام بيشاور على اتجاه الايه؟ التيار، واتجاه الدوران بتاع صوابع اليد ده بيديك اللي هو اتجاه مين؟ اتجاه اللي هو الماجنتيك فيلد حوالين الايه؟ حوالين السلك. اللي طبعا بيوصف بارت اللي هو ليه مسائل كتير جدا. طبعا هو الناس اللي بتكتب ماجنتو ستاتيك لو احنا بناخد محاضرات احسب شده المجال المغناطيسي الناشئ عن سلك مثلا ناشئ عن كوس صغير كده بيمر فيه ايه؟ تيار كهربي. لكن لو احنا جينا على لو هي حلقه، انا مش هخش في الرياضه برضك، احنا اهم حاجه المعادله الفيزيائيه. لو انا عندي حلقه وحسبت كثافه الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربي في ايه؟ في حلقه، واستنتجت شده المجال، وجيت بعد كده اقارنها بشكل المجال الكهربي الناشئ عن شحنتين، يعني عندي شحنه موجبه وعندي شحنه ايه؟ سالبه، وحسبت شده المجال الكهربي هتلاقيه مثلا بيتوقف على تكعيب المسافه. نفس الكلام شده المجال المغناطيسي الناشئ عن حلقه كمان بيتوقف عندنا على مين؟ على اللي هو المكعب اللي هو المسافه. معنى كده ان شكل خطوط الفيض الكهربي في شحنه موجبه وسالبه الشكل بتاعه في الفراغ هو شكل المجال المغناطيسي عندنا في الايه؟ في اللي هو لو احنا نعمل مقارنه بالشكل ده، دي المعادله اللي كانت بتوصل شكل خطوط الفيض الناتج عن شحنتين موجب اللي هو الالكتريك دايبول موجب وايه؟ وسالب. وده شكل خطوط الفيض الناشئه عن اللي هو مرور تيار كهربي في حلقه، وبالتالي يبقى الاثنين دايبول. معايا كده؟ ولكن من هنا نستنتج ان السورس بتاع الماجنتيك فيلد ببساطه هو مرور تيار كهربي في حلقه. وان دائما لما ينشا عندك مجال مغناطيسي ليه قطبين، واحد شمالي وواحد ايه؟ جنوب. بالظبط زي هنا كده ان الالكتريك فيلد نشا عن شحنتين، واحده موجبه وواحده ايه؟ سالبه. لو انا جيت زي ما انا قلت لحضراتكم في اي مكان اعمل لي سطح مغلق هنا كده، لو انا جيت عامل مربع الاثنين دول كده هلاقي المربع دخلوا خطين من فوق ومن تحت طلعوا منه، يبقى انا عندي عدد خطوط الفيض المغناطيسيه النت فاليو هتساوي عندنا كام؟ صفر. وبالتالي يبقى النبره دوت البي هيساوي كام؟ صفر. والسبب بتاعه ان دائما وابدا اي مغناطيس في الدنيا كان شمالي وايه؟
شمالي وجنوبي. حتى لو تيار كهربي، التيار الكهربي بيعمل لك مجال مغناطيسي اللي هو قطب شمالي وقطب ايه وقطب جنوبي، ولكن الخطوط الدائريه معناها ان المجال ده ليه كيرل، ان المبلغ كروس البي المفروض يكون لها ايه، المفروض يكون ليها قيمه. لو احنا جينا في، طب انا عندي سلك مر فيه تيار كهربي، لو انا رحت رسمت حواليه اي مسار مغلق ورحت كملت شده المجال المغناطيسي الناتج دوت او الناشئ عن السلك فيه اللي هو طول المسار الدائري اللي هيطلع عندنا ميو نوت في مين في الاي اللي هو مقدار التيار اللي ماشي عندنا جوه الايه اللي ماشي عندنا جوه السلك، وده اللي احنا دايما بندرسه مع بعض على ان هو قانون امبير. ان ببساطه ان بدل ما تروح تستخدم بيوسافارت نتيجه ان هو كان في كروس اللي هو الحسابات بتاعته بتبقى ايه صعبه شويه. هو دايما يفضل لو انت عندك شكل عاوز تحسب الماجنتيك فيلد بتاعه، الطريقه الاسهل ان انا راح اطبق عندنا قانون مين، قانون اللي هو قانون امبير. طبعا احنا كنا من او في المحاضره اللي فاتت عرفنا ان التكامل السطحي لدوران اي منتجه ما هو الا التكامل الخطي لهذا الايه لهذا المنتج. طبعا انا كان عندي في حاله السلك مر فيه تيار كهربي، انا عملت تكامل خطي للماجنتيك فيلد اللي نشا عن السلك طلع بقيمه. معنى كده ان نبله كروس البي لما تتكامل تكامل سطحي المفروض يطلع لها ايه، يطلع لها عندنا قيمه. وبالتالي من المعادله دي يبقى النبله كروس البي المفروض هيطلع عندنا ميو نوت في الايه في الجي. لو انا وصلت للمعادله دي، ده التكامل الخطي للماجنتيك فيلد كان بيساوي ميو نوت في مين في الاي. شيل اللي بقى الترم ده وتحط بداله مين في مين، ميو نوت في الاي. تمام كده. لو انت رحت طبعا ده كان فيه تكامل، لو انا من الاخر هتبص ليه ده كان فيه دلتا اس، هو الاي على الدلتا اس، التيار على المساحه الجي اللي هو الكرنت ايه الكرنت ديستي. وبالتالي ببساطه اثبت ان الكيرل بتاع الماجنتيك فيلد بيساوي عندنا مين، بيساوي عندنا ميو نوت في الايه بس. دي طريقه. في طريقه ثانيه ان انا اقرا بيها المعادله، ان لو انا عندي الكتريك كرنت هينشا عنه مين، ماجنتيك فيلد، بس خطوط الفيلد بتاعه الماجنتيك فيلد لازم تكون دي اللي نشا، مش نشا دي بس، ده اللي نشا مين، الكيرل بتاع البي، يعني اللي نشا خطوط فيض واخد عندنا شكل ايه، واخد عندنا شكل دليل. وبالتالي اتعلم ان الكرنت يقدر يعمل لي ماجنتيك فيلد، بس الماجنتيك فيلد لازم يبقى عندنا في شكل ايه، لازم الخطوط اللي عندنا تبقى عندنا موجوده في شكل دوري. وطبعا زي ما بنشوف في المحاضرات، انا عندي سلك مر فيه تيار كهربي عاوز استنتج شده المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك، بروح ارسم عندنا اللي هو الدائره بتاعتي واروح اعمل التكامل لحد ما اثبت ده التكامل. بس دلتا اس هنا دلتا ال، يعني البي دوت دلتا ال بيساوي يو نوت في الايه؟ في الاي. والدلتا ال ده اللي هو المحيط بتاع الطول المغلق بتاعك، وهتثبت لي ان البي بيساوي يو نوت على 2 باي في الاي على الايه ار اللي هو المسافه او البعد عن الايه؟ البعد عن السلك. طبعا هي مسائل ياما قوي، انت ممكن بقى تجيب جوه السلك وبره السلك زي ما احنا بنشوف في المحاضرات بتاعت الماجنيتوستاتيك. بس اهم حاجه دلوقتي انا اتعلمها ان عند مرور تيار كهربي في الموصل بينشا عنه مجال ايه؟ مجال مغناطيسي. الدايفرجنس بتاعه بصفر، لان المجال المغناطيسي الناشئ ده ليه قطبين، واحد شمالي وواحد ايه جنوبي. وفي نفس الوقت ان خطوط الفيلد ديت واخده عندنا شكل ايه، واخده شكل دوائر، عشان كده انا النبله كروس البي كان لها ايه، كان لها قيمه. طبعا لو انا عندي ملف والملف ده مر فيه تيار كهربي، هو نفس القصه، كل لفه من اللفات هيبقى حواليها مجال ايه، هيبقى عندنا حواليها مجال مغناطيسي. ولكن يا بص حضراتكم، مثلا طبعا احنا اتفقنا ان عشان اجيب هو اتجاه المجال المغناطيسي في الملف في السلك، انا كنت بمسك السلك، الابهام بيشاور عندنا على اتجاه الايه؟ التيار، وصوابع الايد بيشاور عندنا على اتجاه اللي هو الايه؟ الماجنتيك فيلد. نفس الكلام في الملف بتاعي، امسك اي لفه من اللفات، خلي الابهام واخد اتجاه التيار، وشوف بقيه الصوابع واخده انهي اتجاه، يبقى ده هو اتجاه الماجنتيك ايه؟ الماجنتيك فيلد. وبالتالي بلاقي ان الماجنتيك فيلد مثلا كان الالف التيار كان بيخش بشكل كده، يعني بيخش داخل الصفحه معايا، يعني بالشكل ده كده بيخش من هنا كده ويطلع من هنا، يخش الناحيه الثانيه، فهلاقي ان الماجنتيك فيلد كان الاتجاه بتاعه بالشكل ده كده. بين اللفات الماجنتيك فيلد بيكنسل بعضه، يعني المجال المغناطيسي الناشئ عن اللفات دي بيكنسل اللفات دي، فتقريبا بين اللفات ما مش هيبقى فيه ماجنتيك فيلد، لكن جوه الملف على المحور بتاعي هلاقي فيه ماجنتيك ايه؟ ماجنتيك فيلد. طبعا هي مسائل كتير، احنا مش عايزين نخش بشكل اللي هي الايه؟ المسائل. طبعا كمان لو انتوا فاكرين لما احنا كنا حتى في ثانويه عامه، انا عندي سلكين، ده مر فيه تيار كهربي وده مر فيه تيار كهربي، يقول لك هي كثافه الفيض اكبر في نهايتها خارج السلكين ولا داخل مين؟
السلكين. طبعا هو اكبر فين واصغر فين ده يتوقف على اتجاه مرور التيار الكهربي اللي عندنا موجود، اللي موجود جوه الايه؟ جوه الاسلاك. يعني مثلا انا عندي السلك ده المجال الكهربي التيار طالع لفوق، طالع لفوق، يبقى انا الفيلد بتاعي هيلف ازاي؟ هيلف كده. طب السلك الثاني كمان كان طالع لفوق، يبقى هيلف كده. بين السلكين هلاقي المجال المغناطيسي، السلكين عكس ايه؟ عكس بعض، وبالتالي يبقى المجال المغناطيسي في الخارج اكبر من، او كثافه الفيلد في الخارج اكبر من كثافه الفيلد ما بين الايه؟ ما بين اللي هو السلكين اللي عندنا. عشان كده لما بيبقى التيارين في نفس الاتجاه بلاقي ان بيحصل اتراكشن ما بين الايه؟ ما بين السلكين. لكن لو التيارات واحد فيهم التيار طالع والتاني فيهم التيار ايه؟ نازل، في الحاله ديت بلاقي ان كثافه الفيض في النص بتتجمع، فبتكون اكبر من الايه؟ اكبر من الخارج، وبالتالي بيحصل تنافر ما بين الايه؟ فاكرين الكلام ده ولا ناسيينه؟ تمام. في كمان انا عندي ده تيار، ده سلك مر فيه تيار كهربي نشا عنه مجال ايه؟ مغناطيسي. طب السلك الثاني كما لو كان عباره عن سلك مر فيه تيار كهربي محطوط في مجال مغناطيسي، اللي هو الناشئ عندنا عن مين؟ الناشئ عليه اللي هو السلك الايه الاول، وبالتالي هلاقي ان بيتاثر بقوه، وهتبقى قوه تجاذب لو الطيارين كانوا في نفس الاتجاه، هيبقى تنافر لو كان واحد الطيار ماشي في اتجاه والتاني ماشي في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه اللي هو المعاكس. اي اسئله؟ طب لو احنا رجعنا بقى عندنا ليه اللي هو معادلات ماكسويل اللي احنا كنا واخدينها في الالكتروستاتيك. طبعا انا الالكتروستاتيك هخليها زي ما هي، كان الالكتريك فيلد كان ليه دايفرجنس، كان السورس بتاع الالكتريك فيلد كان الشحنات، عشان كده هلاقي ان السورس بتاعي اللي هو التشارج دنستي على اللي هو الايه؟ مسافه السماحيه. لما اجي اشوف المسير بتاعه كان الماجنتيك فيلد ده كان واخد شكل دوائر، وبالتالي الماجنتيك فيلد كان الدايفرجنس بتاعه كان بيساوي كام؟ بيساوي صفر. وطبعا لما اسالك في لو في امتحان ولا بتاع ليه بيساوي صفر؟ لان ده زير از نو مونوبول، زير از نو ماجنتيك مونوبول، مفيش مجال مغناطيسي عندنا بقطب ايه؟ بقطب واحد، هو دائما بقطبين، فعشان كده دائما هنلاقي ان الدايفرجنس بيساوي كام؟ صفر. ان الكيرل في الالكتروستاتيك كان الكيرل اللي عندنا بتاع الالكتريك فيلد كان بيساوي كام؟ بيساوي صفر، لان خطوط الفيلد ما كانتش دائريه، كانت كلها ممكن خط منحني بس مفيش دايره ايه؟ مفيش دايره مقفوله. لكن طبعا الكرنت عند مرور التيار الكهربي في سلك كان بينشا عنه مجال مغناطيسي واخد شكل دوائر، فيبقى الماجنتيك فيلد ليه كير والكير بتاعه ناشئ عن مرور التيار الكهربي في ايه؟ في موصل. فده شكل اللي هو معادلات ماكسويل، بس برضه دي هسميها ايه؟ الكترو اند ماجنيتوستاتيك. يعني الشحنات اللي عندي المجال المغناطيسي لا يتغير مع الزمن، والمجال الكهربي كمان لا يتغير عندنا مع الايه؟ لا يتغير عندنا مع اللي هو الزمن. دي احنا نتعلم منها، يبقى الشحنات تعمل مجال كهربي. حركة الشحنات تعمل مجال مين؟ تعمل مجال مغناطيسي. كان السؤال بقى، هل المجال المغناطيسي يقدر يعمل تيار كهربي؟ يعني انا عندي السلك مالي فيه تيار كهربي، حوالين السلك لقينا فيه خطوط فيض مغناطيسي واخد عندنا شكل ايه؟ شكل دائري. كان السؤال بقى، هل العكس ممكن يتم؟ هل ممكن المجال المغناطيسي لوحده اقدر ان انا اعمل منه ايه؟ اعمل منه مجال كهربي او تيار كهربي؟ جت عندنا اللي احنا كلنا دارسينه اللي هو كان مين؟ اللي هو فاراداي اكسبيرمنت، اللي هو الراجل ببساطه راح جاب ده زي الكويل، او ده عباره عن قالب من الحديد، راح لفه وصل ده ملف ابتدائي هيتوصل ببطاريه، وده ملف ثانوي هيتوصل عندنا بجالفانومتر. هو فاراداي لقى ان هو دايما لما يجي يقفل المفتاح يحصل زي نبضه كهربيه تمر عندنا جوه الايه؟ الموصل وتختفي، يعني وانا بقفل المفتاح يحصل نبضه كهربيه وبعد كده ايه؟ كل حاجه ترجع للصفر. وانا بفتح المفتاح كمان يحصل ايه؟ يحصل نبضه كهربيه وبعد كده ايه؟ بيساوي اللي هو كل حاجه بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هو الصفر. طيب كمان فاراداي لقى ايه؟ لو انا رحت جبت بيرمننت ماجنت مغناطيس دايم له قطب شمالي وقطب ايه؟ وقطب جنوبي، وده ملف ابتدائي متوصل بجالفانومتر. لا، ان انا لو رحت ثبت المغناطيس جنب الملف الجالفانومتر قراءته بتساوي صفر. لو انا قربت المغناطيس يحصل قراءات مثلا بالموجة، او هنا الرسمه كانت بالعكس مش هتفرق. لو انا ببعد المغناطيس هلاقي قرايه بالموجة، لو انا بقرب المغناطيس هلاقي قرايه بالايه؟ بالسالب. فمن هنا كده فاراداي بدا يجمع الملاحظات ويتعلم ان ممكن المجال المغناطيسي ينشا عنه تيار كهربي، ولكن التيار الكهربي ده هينشا في حاله واحده بس، ان المجال المغناطيسي يكون بيتغير عندنا مع الايه؟ بيتغير عندنا مع الزمن. طبعا هي التجربه الاولانيه اللي هو عملها هنا، لما انا رحت قفلت البطاريه يعني التيار الكهربي المري جوه الملف، فالملف نشا عنه مجال ايه؟ مغناطيسي. المجال المغناطيسي اثر على الملف الثانوي،
لما المجال المغناطيسي اثر هناك في الثانويه عمل فيه تيار ثاني ده اللي سجلته من ايه من الجلفرومات وعشان اميزه بقى عن التيار بتاع البطاريه الاصليه فاحنا عندنا دايما في الكتب تلاقي في حاجه اسمها كارنت وحاجه اسمها انديوسد كارنت انديوسد كارنت يعني كارنت مش جاي من بطاريه عاديه ده تيار مستحس انا استحسيته من خلال تغيير في قيمه المجال المغناطيسي اللي بيأثر عندنا على الايه اللي بيأثر عندنا على اللي هو المواصل والتجربه كمان بتاع فاراداي لها ان اتجاه التيار المستحس دهوت بيتوقف على هل خطوط الفير اللي بتقطع المواصل بتزيد مع الزمن ولا بتقل عندنا مع مين ولا بتقل عندنا مع اللي هو الزمن وبعد كده اتحط اللي عندنا قانون ان طبعا تيار كهربي يعني عشان التيار الكهربي يمر في موصل معناها ان الموصل ده عليه فرق في الجهد او فيه قوه دافعه ايه كهربيه فحط الملاحظات دي اتجمعت في القانون دوت ان القوه الدافعه الكهربيه المستحسه بتساوي طبعا لو هو ملف يبقى انا عندي عدد الملفات بتاعه الملف في التغير في عدد خطوط الفيض اللي هتقطع كل لفه من لفات الايه الملف والاشاره السالب دي طبعا زي ما احنا كلنا عارفين كانت جايه عندنا من خلال مين؟ لينز ان دايما لينز لاحظ ايه؟ لاحظ ان التيار المستحس اللي هيتولد بحيث ان المجال المغناطيسي بتاعه يعاكس المجال المغناطيسي اللي كان السبب في تولد هذا التيار الايه؟ المستحس. يعني على سبيل المثال لو انا افترضت ان ده المغناطيس بتاعي وانا كنت وده الملف او ماشي ده المغناطيس بتاعي وده الملف المغناطيس انا كنت بقرب بالقطب الشمالي. التيار المستحس اللي هيتولد جوه الملف هيتولد بحيث ان المجال المغناطيسي بتاعه ما دام انا بقرب بالشمالي يبقى لازم كمان الناحيه القريبه من هنا تبقى الايه؟ الشمالي. طب لو انا ببعد بالشمالي التيار المستحس يعكس اتجاهه بحيث ان المجال المغناطيسي جوه الملف يكون الناحيه القريبه هي الايه؟ الجنوبي. وبالتالي يبقى التيار المستحس دائما بيمر جوه الموصل بحيث ينشا عن هذا التيار المستحس مجال مغناطيسي يعاكس اتجاه المجال المغناطيسي الايه؟ المسبب ليه وبالتالي بنضيف عندنا كده اللي هو الاشاره الايه؟ بنضيف عندنا اللي هو الاشاره اللي هي السالب. طبعا طب كان السؤال بقى انا عشان يتولد قوه دفع كهربيه لازم اغير عندنا في مين؟ في عدد خطوط الفيض اللي بتقطع عندنا مين؟ الموصل. طب لو احنا رجعنا للديفينيشن بتاع خطوط الفيض ده ما هو الا كان الضرب القياسي بتاع كثافه الفيض في الايه؟ في المساحه. فانا عشان اغير في الابسايد دهيت حاجه عندي ثلاثه اوبشنز ان انا اروح اغير في قيمه الماجنتيك فيلد اللي بيأثر على الموصل بالظبط عامله زي ايه؟ انا عندي لفه عند الملف وبروح اقرب المغناطيس او ايه؟ او بعد المغناطيس. تقرب المغناطيس طبعا انت كل ما تقرب السورس كل ما شده المجال المغناطيسي بايه؟ بتزيد. طب لما تبعد السورس يبقى المجال المغناطيسي اللي بيوصل الملف قيمته بايه؟ بتقل. الاوبشن الثاني ان انا اروح اغير عندنا في مين؟ اغير عندنا في اللي هي المساحه اللي بيقطعها عندنا خطوط الايه؟ بيقطعها خطوط الفيض. يعني انت كان عندك مثلا مربع كبير الاول كله مليان بخطوط الفيض وفي ضلع منهم هخليه ضلع متحرك. ضلع بيتحرك اللي بيقفل المربع ده. ففي الاول خالص كان الضلع ده عامل مساحه صغيره بعد كده ابعد الضلع يبقى عامل مساحه اكبر مساحه اكبر يبقى انا كده بغير في المساحه بتاعه المواصل اللي بيمر فيها خطوط فيض. يبقى انا كما لو كنت بغير عدد خطوط الفيض اللي بتقطع الايه؟ اللي بتقطع المواصل. الحاجه الثالثه ان انا اروح اغير عندنا في مين؟ اغير عندنا في اللي هو الزاويه. هو ده اللي هو ان انا اغير في قيمه البي ان انا ابعد او اقرب الايه؟ المغناطيس. الحاله الثانيه اغير في الزاويه دي عامله زي الدينامو ان اللفه الملف بتاع الدينامو يبدا يلف جوه المجال الايه؟ المجال المغناطيسي فانا بغير على طول في مين؟ في الزاويه. تغيير طبعا اللف الملف وهو اللفه وهي بتلف جوه المجال المغناطيسي فبتغير عدد خطوط الفيض اللي بتقطع الايه؟ بتقطع الملف. الحاله الثالثه اللي هي كانت عندنا بالشكل ده كده لو انا افترضت ان ديت لفه كامله اهيت بس الضلع ده كان ضلع ايه؟ الضلع ده ما كانش ضلع كامل كان ضلع متحرك لو الضلع ده كان موجود هنا كده بس يبقى انا عندي عدد خطوط الفيض اللي بتمر بالملف الصف ده بس لما السلك بتاعي يجي هنا كده يبقى انا عندي عدد خطوط الفيض اللي عندنا بدات ايه؟ بدات تزيد وهكذا وبالتالي يبقى الكلام فرضي فرضي ان عند تغير شده المجال المغناطيسي المار بملف بيتولد عنه ايه؟
بيتولد عنه قوه دفع قرنيه مستحسه بتمر عندنا جوه الايه جوه الدايره. طبعا احنا كان عندنا فيه شرط كمان ان الدايره بتاعت الدايره مقفوله. ما مدام عشان يمر التيار الكهرباء او طب لو الدايره اللي عندنا مش مقفوله، يعني حاجه مثلا لو الدايره مش مقفوله هيحصل تيار لحظي بحيث ان الشحنات هتتنقل من مكان لمكان، يعني هتعمل فرق في الجهد جوه الموصل، لكن مش هيبقى تيار مستمر لان الدايره بتاعتك مش دايره ايه؟ مش هتبقى عندنا دايره مقفوله. نيجي عندنا الـ انا مش عارف الوقت، هو الوقت عامل ازاي؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا كمان يعني مثلا على سبيل المثال موصل اهوت ده مش موجود في دايره مقفوله، وانا بحركه عندنا جوه ايه؟ بحركه عندنا جوه خطوط الايه؟ جوه خطوط الفين. في الموصل دهوت المفروض يتولد قوه دفع كهربائيه، قوه الدفع الكهربائيه دهيت هتحرك الشحنات من مكان في السلك تروح عندنا لمين؟ لمكان تاني، لكن ده مش هيتم الملا نهائي. مش هيتم الملا نهائي لان الشحنات دي لما اتفصلت اتكون كمان عندي جوه السلك عندنا قوه ايه؟ قوه كهربائيه. يبقى انا عندي التيار المستحس الناشئ عن قطع خطوط الفيض هيتحرك في اتجاه معين صحيح. لكن نتيجه ان الشحنات اتحركت من طرف راحت للطرف ففي طرف هيبقى موجب وطرف عندنا هيبقى ايه؟ هيبقى سالب. فموضوع الحركه بتاع التيار ده هيتم موجود لحد ما القوه الكهربائيه اللي هتتولد جوه السلك تلاشي القوه المغناطيسيه اللي اللي بتحرك الشحنات. يعني عندي القوه المغناطيسيه هتحرك الشحنات مثلا من فوق لتحت، لكن القوه الكهربائيه المفروض هتاخد الشحنات من تحت لايه؟ لفوق. فلما يحصل اتزان ما بين الايه؟ الاثنين. المهم ان حتى لو سلك الواحد اتحرك جوه مجال مغناطيسي هينشا جواه قوه دفع كهربائيه بس لفتره زمنيه ايه؟ لفتره زمنيه صغيره. عشان استثمر دهيت واقدر ان انا يعني يحصل عندي مرور التيار الكهربي مستمر، المفروض ان دي تكون موجوده عندنا في ايه؟ المفروض تبقى عندنا في دايره ايه؟ في دايره مغلقه. في عندنا يبقى انا عندي كده اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا لو عندي سلك مر فيه تيار كهربي هينشا عنه مجال ايه؟ مجال مغناطيسي. ودلوقتي لو عندي مجال مغناطيسي متغير مع الزمن المفروض هينشا عنه مين؟ هينشا عنه اللي هو تيار ايه؟ هينشا عنه اللي هو تيار كهربي. طبعا لما جه لقوا ان البيهيفير بتاع الملف غير البيهيفير بتاع المقاومه. انا عندي مثلا مقاومه في دايره، عندي مثلا بطاريه ومقاومه ومفتاح، بس المفتاح بتاعي مفتوح. فحتى المقاومه اول ما اقفل المفتاح مره واحده التيار يوصل للقيمه العظمى بتاعته، يعني سيبنا البطاريه دي هتطلع لي 5 امبير، اول ما اقفل المفتاح الاقي ان الكرنت اللي في الدايره مره واحده وصل لكام؟ وصل ل5. طب لو اللي كان عندي ملف لا بلاقي ان الكرنت اللي عندنا بياخد ايه؟ الكرنت اللي عندنا بياخد وقت عشان يوصل للايه؟ للماكسيمم بتاعه، وده اللي هو سماه عندنا اللي هو بالايه؟ السيلف اندكتنس. ان التيار الكهربي مر في اللفه الاولانيه، اللفه الاولانيه نشا عنها مجال ايه؟ مغناطيسي. المجال المغناطيسي اثر على مين؟ على بقيه اللفات. فاحنا اتفقنا ان لما المجال المغناطيسي قيمته تتغير ايه اللي يحصل؟ بتولد قوه دفع كهربيه ايه؟ عكسيه تعاكس الايه؟ التغير اللي هو اللي ناشئ اللي عندنا. وبالتالي بقيه اللفات هتولد فيها قوه دفع ايه؟ كهربيه. بعد فتره التيار الاصلي اللي داخل جوه الدايره بدل ما كان في لفه واحده بقى في كام؟ في لفتين، فاصبح ان قيمه المجال المغناطيسي الناشئ عن اللفتين اتغير. طب بعد كده التيار الاصلي بقى في كام؟ في 3. وبالتالي يبقى اذا مرور التيار الكهربي الاصلي جوه الملف من لفه 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 بلاقي ان التوتال ماجنتيك فيلد الناشئ بيتغير عندنا مع مين؟ مع الزمن. فاللفات اللي لسه ما وصلهاش التيار كده تعتبر بتتاثر بمجال مغناطيسي متغير عندنا مع الايه؟ مع الزمن، فينشا عنه قوه دفع كهربيه ايه؟ عكسيه لحد ما كل اللفات يمر فيها التيار الكهربي الايه؟ الاصلي بتاعي. فاصبح المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف اللي عندنا بيساوي كام؟ بيساوي صفر، وبالتالي يبقى ما فيش تيار ايه؟ ما فيش تيار مستحس. وبالتالي وبالتالي وانا برسم علاقه ما بين القوى ما بين التيار وما بين الزمن خلال الملف هلاقي ان التيار اللي عندنا ما بيوصلش للماكسيمم مره واحده، ده التيار اللي عندنا بياخد ايه؟ زي كيرف كده طالع لفوق. لان الفكره ان التوتال كارنت عباره دلوقتي عن حاجتين، التيار الاصلي اللي مر في الدايره والتيار المستحس اللي متولد ما بين طرفي الايه؟ ما بين طرفي اللي هو الملف اللي عندنا. ده بس شكل بسيط اهوت ان
ده ملف، الملف ده مر فيه تيار كهربي، فده عباره عن خطوط الفيض اللي هي تولدت فين؟ خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور اللي هو التيار الايه؟ مرور التيار الاصلي. طبعا احنا عندنا القوه الدفع الكهربيه، القانون اللي هو بتاع فاراداي، ان القوه الدفع الكهربيه المتولده من طرفي ملف ما هو الا عباره عن عدد لفات الملف في المعدل الزمني اللي اتغير عندنا في مين؟ في عدد خطوط اللي هو الفيض. في نفس الوقت لو انا جيت اقول ان ما هو خطوط الفيض اللي كانت بتتغير مع الزمن دي كانت نتيجه التغير التيار عندنا مع الايه؟ تغير التيار اللي عندنا مع اللي هو الزمن. فلو انا رحت قارنت المعدلتين اللي عندنا مع بعض اقدر استنتج ال اللي هو المعامل الحساس ده بيتوقف عندنا على ايه؟ فلو انا جيت عندنا مثلا في سولونويد لو انا رحت حسبت اللي هو الحساس بتاعه هنلاقيه بيتوقف عندنا على ان اللي هو عندنا مين؟ عدد اللفات ال A اللي هو عباره عن مساحه اللفات وال L اللي هو كان عندي عباره عن اللي هو طول الايه؟ طول اللي هو الملف اللي عندنا. طيب لو انا افترضت نفس القصه اللي انا كنت بقول عليها من شويه، لو انا عندي ملف موجود جوه ايه؟ ملف عندنا موجود جوه دايره، اول ما اقفل التيار الاصلي هيبدا يمر جوه الايه؟ جوه الملف، من لفه للثانيه للثالثه، يبقى شده المجال المغناطيسي الناشئ عن اللفات اللي مر فيها التيار الكهربي هتاثر على اللفات اللي لسه ما مرش فيها الايه؟ التيار الكهربي اللي عندنا، فيتولد قوه دفع كهربيه تعاكس اللي هو التيار اللي هو الاصلي، وبالتالي هلاقي ان الكرنت اللي بيمر في الدايره كان بيتوقف عندنا على الايه؟ بيتوقف عندنا على اللي هو الزمن. هو اصل او لو انا عملت الدريفيجن في طبعا هي المعادله الفكره ببساطه ان البطاريه اتوصلت بالمقاومه وايه؟ وملف. فلو انا استخدمت قانون كيرشوف الجهد الناتج عن البطاريه جزء منه هيروح للمقاومه والجزء الثاني هيروح عندنا لمين؟ للملف. روح عوض لي بيه الجهد بين طرفي المقاومه اللي هو كان عندنا الايه؟ الاي في الار، روح عوض لي بالجهد اللي هيتولد بيه طرفي اللي هو الملف اللي عندنا واعمل التكاملات هتلاقي في النهايه خالص ان الكرنت كان بيساوي القوه الدفع الكهربيه اللي في البطاريه على الار اللي هي مقاومه قيمه المقاومه في 1 ناقص اي اس ناقص ار في تي عندنا على مين؟ على اللي هو ال ال. في المحاضره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم في الدايمنشنز موضوع اللي هو الوحدات، وبالتالي هبص الاقي ان ده كرنت. طب الطرف اليمين ده كده لو انا مسكت ده جهد على مقاومه، طب ما الجهد على المقاومه ده اللي هو نفس اليونتس بتاعت مين؟ كرنت. معناه ان القوس ده هو المفروض يبقى ايه؟ دايمنشنز. طريقه ثانيه، انا اساسا عندي 1 ناقص حاجه، الواحد ده رقم ماليش دايمنشن، يبقى كمان ما دام ده ماليش دايمنشن يبقى اللي موجود في الاكسبوننشن ده ماليش ايه؟ ماليش دايمنشن. فهبص الاقي طب اللي موجود عندنا في الاس ار في تي على مين؟ على الار اللي هي المقاومه، ال اللي هو عندنا مين؟ اللي هو الحاس الذاتي، التي عندنا اللي هو كان الزمن. طب الزمن بيتقاس بالثانيه، يبقى المفروض الار على ال اللي تتقاس بثانيه ماينس ايه؟ ماينس 1. وبالتالي يبقى الار على ال دوت انا هسميه او المقلوب بتاعه بقى اللي هو يبقى المفروض ال على مين؟ ال على الار، هسميه الثابت الزمني بتاع مين؟ الملف اللي هو في المحاضره اللي فاتت لما كان عندنا مكثف اللي هو الار سي، المكثف لما كنت بشحنه الزمن اللازم للشحن كان تقريبا كنا بنسميه بالثابت الزمني اللي هو كان الار في الايه؟ في السي. فيبقى انا عندي الثابت الزمني اللي هو للملف هيبقى عندنا اللي هو الار على ال، هيبقى ال على مين؟ هيبقى عندنا ال على الار، وده شكل الكرنت لما يجي يتغير عندنا مع الايه؟ يتغير عندنا مع اللي هو الزمن. طب العكس بقى، انا وانا بوصل التيار عشان يخش جوه الملف هينشا عنه قوه دفع كهربيه عكسيه تعاكس التيار الاصلي اللي كان ايه؟ اللي كان داخل. طب افرض انا جيت افتح الدايره، لما اجي افتح الدايره كان الاول عدد لفات الملف كلها كان فيها تيار، اول ما اجي افتح الدايره التيار اللي في اللفه الاولى اختفى، يبقى انا كان عندي مجال مغناطيسي قيمه معينه، المجال المغناطيسي قيمته ايه؟ قيمته قلت، فاذا هيتولد قوه دفع كهربيه طرديه، انت معايا كده؟ عشان ان هي يعني اللي هي قوه دفع كهربيه مستحسه طرديه. طب اللفتين اختفى منهم التيار، فيبقى شده المجال المغناطيسي قل ايه؟ قل اكتر، وهكذا. وبالتالي لو انا افترضت الملف كان فيه وصل للقيمه العظمى وانا فتحت الدايره، برضه الكرنت مش هيوصل مره واحده للايه؟ للصفر، ده هو هياخد عندنا فتره زمنيه لحد ما الكرنت اللي موجود في الدايره اللي عندنا يساوي ايه؟ يساوي صفر. طيب لو احنا جينا في الدايره اللي فاتت دهيت فرق الجهد كان جزء منه رايح للملف وجزء منه رايح عندنا لمين؟
وجزء رايح عندنا منه ليه اللي هو المقاومه. فهنلاقي ان ده كمان دي معناها ان جزء من الطاقه بتاعت البطاريه جزء اتخزن جوه الملف وجزء اتخزن عندنا فين؟ جوه اللي هو المقاومه. بس الاثنين مختلفين عن بعض. اللي مختلف ده كده ده بيتغير عندنا مع مين؟ الجزء الطاقه اللي بتتخزن جوه الملف ساعات ممكن تبقى طاقه مكتسبه وساعات ممكن تبقى عندنا طاقه ايه؟ انا عندي قوه دفع كهربائيه طرديه وعندي قوه دفع كهربائيه ايه؟ عكسيه. لكن اللي موجود جوه المقاومه ديت اللي بنسميها اوميك هيتنج اللي هي ببساطه اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. التيار الكهربي ما هو الا مرور الشحنات جوه الوصل. فمرور الشحنات دي هتخبط في الاتومز فجزء من الطاقه هيفقد عندنا في شكل ايه؟ في شكل حراره. فالطاقه اللي هتفقد خلال المقاومه دي انا ما اقدرش استرجعها تاني. دي طاقه مفقوده من السيستم زي اللي عنده الطاقه اللي فقدت من اللابتوب على شكل حراره خلاص انا ما اقدرش ان انا ارجعها مره ايه؟ مره ثانيه. لكن الطاقه اللي موجوده جوه الملف وانت بتزود بتدخل التيار جوه الملف هتكون قوه دفع كهربائيه عكسيه تعكس التيار الاصلي اللي انت كنت داخل بيه. طب لما تحب تاخد التيار اللي كان موجود جوه الملف هتكون قوه دفع كهربائيه طرديه تحاول تحافظ على التيار اللي كان ايه؟ اللي كان موجود. دي معناها ان الطاقه اللي جوه الملف ممكن ازودها وممكن ايه؟ انقصها. بالظبط عامله زي المكثف، المكثف اشحنه وممكن اعمل عمليه ايه؟ تفريغ. بس في المكثف الطاقه تخزن على شكل مجال كهرباء. لكن جوه الملف كانت الطاقه تخزن عندنا على شكل اللي هو مجال الايه؟ اللي هو المجال المغناطيسي، وبالتالي يبقى الملف تخزن فيه الطاقه على شكل ماجنتيك انرجي، لكن المكثف تخزن فيه الطاقه عندنا على شكل اللي هو ايه؟ كباسيتور. طب إيه هو انا مش حاطط كل السلايدز هنا، لكن مثلا في اللي هو الناس اللي درست دوائر التيار المتردد اللي هو الار ال سي. امتى يحصل رنين؟ هو يعني ايه الار تساوي 6؟ يعني الاكس ال ثابت عندنا مين؟ هي ببساطه ان اصبح مقدار الطاقه الكهربيه اللي بتشحن في المكثف هي مقدار الطاقه المغناطيسيه اللي بتشحن عندنا في مين؟ في الملف. لكن في فيس شيفت، وبالتالي الطاقه تتنقل من المكثف كطاقه كهربيه تروح تتخزن عندنا جوه مين؟ الملف على شكل طاقه مغناطيسيه، وترجع مره ثانيه كطاقه مغناطيسيه تتفرغ تروح عندنا في الايه؟ في المكثف وهكذا. فده احد التفسيرات بتاعت اللي هو الايه؟ الرنين. وبالتالي التو كومبوننت كما لو كانوا لغوا ايه؟ لغوا بعض، واصبحت ان المقاومه الكليه للدائره ما هي الا عباره عن الايه؟ ما هي الا عباره عن اللي هي المقاومه فقط. طبعا لو احنا جينا بالحسابات جينا نحسب مقدار الطاقه المغناطيسيه اللي ممكن تتخزن عندنا جوه الملف هلاقي انها عباره عن معامل الحس الذاتي بتاع الملف في مربع التيار الكهربي مقسوم عندنا على ايه؟ مقسوم عندنا على اللي هو دي. طب لو رجعنا بقى عاوزين بقى الالكتروماجنتيك اللي هو الالكتروماجنتيك اندكشن اللي هو الحس الكهرومغناطيسي اللي حصل دوت، عاوزين نعرف هيأثر ازاي عندنا على شكل معادلات مين؟ على شكل معادلات ماكسويل. طبعا هو القوه الدفع الكهربائي المستحسه كانت نتيجة عن تغير عدد خطوط الفيض اللي عندنا مع الايه؟ مع اللي هو الزمن، وعدد خطوط الفيض لما باجي احسبها ما هي الا التكامل السطحي لكثافة الفيض اللي هو الايه؟ المغناطيسي، واحنا كمان عارفين ان التكامل السطحي للكيرل او دي المعادلة اللي انا استخدمتها المعادلة اللي احنا استخدمناها في اللي هو التحويل ان انا احول التكامل السطحي للكيرل احول عندنا الى تكامل ايه؟ الى تكامل خطي. ففي الحاله دهي ان مبلغ روس الاي دوت الدلتا اس المفروض بيساوي عندنا الاي دوت الايه؟ اي دوت اللي هو الدلتا ال. وبالتالي طبعا احنا اتفقنا القوه الدفع الكهربائيه المستحسه الديفينيشن بتاعها اللي هو قوه دفع كهربيه يعني جهد. والجهد ده لو انتم فاكرين من المحاضره اللي فاتت ما هو الا مقدار الطاقه اللازمه لتحريك وحده الايه؟ تحريك وحده الشحنات. وبالتالي يبقى القوه الدفع الكهربائيه المستحسه اقدر لو احنا رجعنا للسلايدز بتاعت المحاضره اللي فاتت ما هو الا التكامل الخطي للالكتريك ايه؟ الالكتريك فيلد. وبالتالي من هنا كده الاقي ان الكيرل بتاع الالكتريك فيلد اصبح ليه قيمه. اللي هو القوه الدفع الكهربائيه المستحسه ما هو الا تغير في عدد خطوط الفيلد عندنا بالنسبه للايه؟ بالنسبه ليه اللي هو الزمن. والقوه الدفع الكهربائيه المستحسه ما هي كمان الا التكامل الخطي عندنا لمين؟ ليه اللي هو الالكتريك فيلد. فلو انا ربطت المعادلات ديت مع بعضها هلاقي ان الالكتريك فيلد ممكن يبقى له كير، والكير ده مش هيكون موجود غير في مين؟ في وجود مجال مغناطيسي يتغير عندنا مع الايه؟ يتغير عندنا مع اللي هو الزمن.
وبالتالي لو الشحنات بتاعتي ساكنه ومفيش مكان مغناطيسي بيتغير عندنا مع الزمن، زي ما احنا شفنا في البرزنتيشن اللي فاتت ان خطوط الفيض الكهربي ما كانتش بتعمل عندنا شكل دوائر، كانت دائما ممكن خطوط مستقيمه او منحنيه لكن ما تعملش شكل ايه؟ شكل دائر. لكن لو انا عندي مجال مغناطيسي اتغير عندنا بالنسبه للزمن هيعمل لي تيار مستحس او هيعمل مجال كهربي مستحس. لكن المجال الكهربي المستحس دائما بيبقى عندنا واخد شكل ايه؟ بيبقى واخد عندنا شكل دوائر كامله، وبالتالي يبقى الالكتريك فيلد الكيرل بتاعه اصبح ليه ايه؟ اصبح ليه قيمه، بس القيمه بتاعت الالكتريك فيلد ليه قيمه لما ده مجال كهربي مستحس، مش مجال كهربي ناشئ عن شحنات ساكنه، ده مجال كهربي ناشئ عن تغير مجال مغناطيس عندنا بالنسبه للايه؟ ناشئ عن بالنسبه للايه؟ بالنسبه للزمن. وبالتالي لو انا رجعت بقى تاني لمعادلات ماكسويل، انا كل ما اضيف كل ما اغير في الكونديشنز يتغير عندنا شكل الايه؟ شكل المعادلات. الالكتريك فيلد ليه دايفرجنس، ده ناتج عن كثافه الشحنات الكهربائيه اللي عندنا. الماجنتيك فيلد دائما وابدا شمالي وايه؟ شمالي وجنوبي، وبالتالي الدايفرجنس عندنا بيساوي كام؟ صفر. خطوط الفيض الكهربي ممكن تاخد شكل دوائر في حاله واحده بس، لو انت عندك السيستم بتاعك في مجال مغناطيسي بيظهر عندنا بالنسبه للايه؟ بالنسبه للزمن. وطبعا لو انت عندك سلك مر فيه تيار كهربي، يعني اوريدي كانت الماجنتيك فيلد اللي كان ناشئ عنه كان واخد عندنا شكل ايه؟ شكل دوائر، وبالتالي يبقى الكيرل بتاع الماجنتيك فيلد ليه قيمه او ليه دوائر، لان هو كان ناتج عن مرور تيار كهربي في الايه؟ في اللي هو الموصل اللي عندنا. واضحه ولا فيها مشاكل؟ تمام. يعني انا ما حاولتش اتاخر بقى زي ما حضرتك فاهم، عشان حاولت اعوضها لك بس نعم لسه بالليل تاني ماشي. اللي عاوز ديتيلز اكتر يعني يشرفني ان انا اقعد معاه ان شاء الله، واتمنى لو في اسئله ارجع عليها.